ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين، يعني مباراة الاهلي والمقاولين لسه فترة قريبة جدا، الاهلي كسب 3 اهداف مقابل لا شيء، الاهلي كان متسيد المباراة، الاهلي في المركز الاول، المقاولين في المركز التاسع. هل الاحصائيات تدي لك انطباعات عن لقاء اليوم ولا لقاء اليوم مختلف؟ بص يا كابتن ميدو، الاهلي لا يجد له منافس هذا الموسم، خلينا واقعيين، احنا بندور على ارقام. الموضوع يعني كره ملاش كبير، ويوم يوم المباراه في طبعا التوفيق وعدم التوفيق، تمام، وفي الحاله بتاع اللعيب والمدرب والحاجات دي تمام. كلها. انما يعني الارقام لما تقول النهارده الارقام للنادي الاهلي 48 مقابل 6، ده فوز 117 هدف مقابل 37. لا، الاهلي ارقام، الاهلي دلوقتي بامر الله تعالى الموسم ده يا كابتن ميدو بيحقق ارقام مش بيحقق فوز. الدوري بمشيئه الله وتوفيقه محسوم ان شاء الله تعالى. انا اعتقد في مقوله قلت لك، اللي خايف يروح، ماتش كل يومين، ماتش كل ثلاثه، هو ده نظام محطوط من لجنه المسابقات. الشغل الفني ده لعيبه ومدير فني، يعني اكيد ان حسام أعرف فرقة المقاولين برضو عودة الأهلي تقابلوا هنا، حاجتين مهمين جدا. كنت قصد الكروس ده الأول يا كابتن ربيع؟ ده الكروس ده بيقول لو سمحت كده تاني نشوف الكابتن ربيع كان قصدها ولا إيه؟ ده لا اللي عامل ده فاول، ده فاول، ده كان نهائي كاس مصر. عباس لعباس ده سنة 81، خلي بالك الماتش ده نهائي كاس وكسبنا ضربات الجزاء كل حاجة. شاكينا كابتن بيبو أمير فنان فنان.